ألو، السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. راح نكمل اليوم إن شاء الله على محاضرة يوم الاثنين. هلأ بالنسبة للمحاضرة، حسب اللي شفته مش كتير طلاب حضروها، فبتمنى أن الكل يحضرها توافوني بأي أسئلة عندكم عن هذا الموضوع، لحتى أنه نستطيع نجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم أول بأول، ما نمشي وقت الامتحان ولسه ما عرفنا إجابة هاي الأسئلة. طيب، أي سؤال لغاية الآن على المادة؟ أي سؤال لغاية الآن على المادة؟ طبعا اليوم رح ندخل بالجزء الثاني من هذا الشابتر اللي هو بيحكي عن موضوع جديد اللي هو الكيو. أول موضوع كان عندي بهذا الشابتر اللي هو الستاك، حكينا الستاك لاست ان فيرست اوت، التعامل مع التوب، في عندي عمليات أساسية اللي هم البوش والبوب، استخداماته الأساسية أو اللي موجودة عندي في السلايدات اللي هي في الهيستوري للويب بيجز. إذا أنا بحكي عن الآن من ضمن الأمثلة الموجودة برضه بالسلايدات، بدي أعمل ريفيرس لملف معين وبدي أتأكد إنه الأقواس اللي أنا معطاة لإلي اللي موجودة، الأقواس اليمين مساوية للأقواس الشمال وترتيبهم برضو متساوي حسب الأنواع المعطاة في الإكزامبل اللي اسمه ماتش. طبعا إذا بترجعوا للمحاضرة أنا أوريدي شرحت الكلاس ستاك كامل بكل الحيثيات وعطينا الكومبلكسيتي لكل أنواع الميثودز الموجودة. أي سؤال على المادة لغاية الآن؟ أي سؤال على المادة؟ تفضل يا محمد. دكتور يعطيك العافية، الله يعافيك. بقدر ما أحضر المحاضرة لأنه عندي ظرف؟ طيب تقدر تبعث لي إيميل شو هو الظرف بعدين؟ تمام، ما في مشكلة. أوكي. أوكي، أي أسئلة على المادة غير هيك؟ طيب رح أبلش مباشرة بشرح جزئية الكيو ونشوف كيف دكتورة يشتغل. تفضل. كم شابتر داخل بالمادة؟ هاي بعلم مادة لكم عنه المادة. على الاي ليرنينج، ما راح احكي هلا على الموضوع، لسه بكير بالحكي عن موضوع الامتحان، لسه تقريبا معانا يعني 20 يوم اقل شيء، فلنوصل لوقت الامتحان بخبر قبلها بوقت من خلال الاي ليرنينج شو هم القاعات، مين اي شعبه باي قاعه الى اخره، كل المعلومات بوضع لكم اياها على الاي ليرنينج بالاضافه للماده المطلوبه. طيب نكمل الان مع اللي هي الكيو. هون ليش ذكرها مرة ثانية تشابتر 6؟ المقصود بتشابتر 6 هو الترتيب داخل الكتاب، فهو فعليا التشابتر الثالث اللي احنا بنشتغل فيه الان. الان الجزئية الثانية، الجزئية الاولى كانت الستاك، اليوم رح نشتغل مع الكيو. الكيو المقصود فيها اللي هي الطابور باللغة العربية، فهي بحكي لك collection of objects inserted and removed according to first in first out أو FIFO principle. شو معنى هذا الحكي؟ هي مجموعة من البيانات اللي رح نقوم بعملية الإدخال لها وعملية الحذف بناء على إيش؟ على إنه هي first in first out. شو المقصود بfirst in first out؟ يعني اللي بيجيني بالأول رح أخدمه أول واحد. الآن الطوابير اللي عنا موجودة بكل مكان، في البنك هاي هون حكي لنا إنه إذا تكت، إذا أنا بحكي عن طابور خلينا نحكي داخل المول على الكاشير إلى آخره، هي طوابير. الطابور إذا أنا بدي أجيله بطريقة منطقية، ما بدي الأسلوب اللي إحنا بنستخدمه اللي ما فيه نظام، الأسلوب المنظم، إنه أول واحد بيجيني بيوقف بأول الطابور، الثاني بيجي وراه، الثالث، الرابع، تيجي آخر واحد بصف بآخر الطابور اللي عندي. الخدمة دائما تقدم لمين؟ لأول واحد في الطابور اللي راح نسميه الفرونت. إذا راح يصير في عند الآن مسميان، الفرونت اللي هو مقدمة هذا الطابور، والرير هو آخر واحد موجود في هذا الطابور. لما أحكي عن كلمة فرونت والمقدمة، معناته أنا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل خدمة لهذه المعلومة الموجودة في الفرونت وأحذفها من هذا الطابور. فإذا هون السيرفيس لهي القيمة، الخدمة اللي أنا بدي أقدمها، بالإضافة لإيش؟ لعملية الديليت اللي راح نستخدمها، بيكونوا هدول وين؟ للفرونت الموجود عندي. الرير هو آخر الطابور،
أنا أحكي آخر الطابور يعني المكان الفاضي في آخر الطابور ليح يجي عليه شخص جديد. فإذا معناها أنا هون بقصد عملية الآد أو الإضافة على نهاية الطابور اللي عندي. طيب شو بالنسبة للمعلومات اللي في الوسط؟ المعلومات اللي في الوسط ما لنا رؤية عليها نهائياً. إحنا لنا رؤية فقط على الفرونت، على الرير الموجودين. الفرونت مرة ثانية هو المقدم اللي أنا بدي أعمل له خدمة، وبدي أعمل حذف لإله بعد هيك من الطابور الموجود. الرير هو المؤخرة أو آخر مكان موجود عندي مسموح أضيف فيه قيمة جديدة. فاللي بيجي آخر واحد أكيد رح يصف عند الرير اللي هي آخر الطابور الموجود الآن. فإذا بدي أجي على الشكل، هذا الشخص بنسميه الفرونت، بينما هذا الشخص هون المكان اللي وراه بنسميه الرير. الآن الشخصان اللي بدهم يجوا، اللي بيقف بالأول في هذا الرير هو رح يصير الآن آخر واحد في الطابور اللي عندنا. الآن عملية الإضافة أو الحذف، ممنوع نعمل إضافة أو حذف من إندكس معين. دائماً الحذف للقيمة الموجودة في الفرونت. ممنوع تحكي لي اعمل لي سيرش، ممنوع تحكي لي احذف لي قيمة معينة موجودة أو لا، ممنوع تحكي لي احذف لي قيمة من إندكس معين نهائياً. بالنسبة للرير الإضافة دائماً عنده، ممنوع نعمل إضافة على إندكس معين موجود عندنا أبداً. هاي بالنسبة للمصطلحات الأساسية. الآن حكينا عن مصطلح الـ Queue الـ Abstract Data Type، وحكينا هذا المصطلح نسميه ADT، هو بيعمل Specification أو تحديد لأي نوع من أنواع الـ Structure الآن، شو العمليات، شو نوع البيانات، وشو المشاكل اللي ممكن تواجه أي واحدة من العمليات الموجودة. الآن أنواع البيانات، البيانات اللي رح تتخزن داخل الكيو هاي بتعتمد على الابليكيشن، على التطبيق العملي، فما رح نحكي عنها نهائياً. رح نحكي عن الأوبريشن الأساسية أو العمليات الأساسية، وشو المشكلة اللي ممكن تواجهنا مع كل واحدة من هاي العمليات. هلأ بالنسبة للكيو في عندي العمليات التالية. حرف كيو هون في البداية هو عبارة عن أوبجكت من كلاس الكيو اللي احنا رح نبنيه. الآن أول ميثود اسمها NQ، من اسمها NQ معناها عملية إضافة أو insert على Q معين. ف add element to the back of the Q، وين رح نضيفها؟ على الباك، أو إحنا سميناها الرير الآن اللي هو آخر الطابور اللي عندي. شو هو الإليمنت قيمته؟ اللي هي القيمة E. هون رح نستخدم dynamic array. فاستخدام الدايناميك اري معناته ما رح يصير عندي مشكلة الفول نهائيا، فمشان هيك ما حكينا انه رح يصير بعملية الان كيو اي نوع من انواع المشاكل. نروح الان على دي كيو. دي كيو هي ديليت فروم كيو، عملية حذف. فوش بحكي لي ريموف، بدي احذف وبدي ارجع القيمة اللي انا بدي احذفها من هذا الكيو. الحذف من وين؟ رح يكون من الفيرست أو اللي إحنا سميناه الفرونت أو المقدمة لهي القائمة الموجودة عندي. دائماً لما أحكي عن عملية حذف معناها لازم ناخد بعين الاعتبار إذا كانت empty، فلازم يصير في عندي عملية handling للإرور اللي هي empty queue موجودة عندي الآن. Q.first يعني أنا بدي أعرف مين أول قيمة موجودة بالطابور. خليني أجي أفترض أنه أنتوا كنتوا في طابور فتدخلوا على هاي المحاضرة، فباجي بحكي لكم شو اسم أول شخص دخل عندي على القاعة أو أول واحد موجود في الطابور. فأنا فقط بدي المعلومة أو الانفورميشن تبعته، فهي المقصود بالQ.first. الآن شو بحكي لي؟ return element at the front of Q without removing، ما رح يعمل عملية حذف نهائيا. الآن شو نوع الخطأ اللي ممكن يصير عندي؟ برضو إذا كانت القائمة فاضية ممنوع يرجع لي أي values بهي الحالة. نروح على الميثود اللي بعدها اللي هي q.isEmpty. شو يعني isEmpty؟ إنه هي فاضية هي القائمة أو لا. فإذا ما كان عندي عناصر مخزنة داخل Q نهائياً أكيد رح يرجع عندي true، فبحكي لي return true if Q does not contain any elements، إذا ما كان عندها أي نوع من أنواع القيم
فمعناته رح يرجع لي true بهي الحالة، غير هيك معناته رح يرجع false. Length رح تمثل عدد القيم المخزنة فعليا داخل الأري أو داخل الكيو. The return number of elements in Q. طبعا في البايثون في عندي implementation للength، فإحنا رح نعمل special method من length اللي إحنا موجودة عندي سابقا. أي سؤال لغاية الآن على المسميات الموجودة عندي للmethods عن الQ؟ أي سؤال؟ طبعا ما ننسى مشاركتنا في المحاضرة رح تتاخذ بعين الاعتبار، واللي بده يحكي لي أنا كنت أشارك بقدر يحدد لي بأي chapter أو بأي slides موجودين عندي على اليوتيوب ويحكي لي أنا شاركت في هاي المحاضرة، لحتى إنه إذا أنا أخطأت معه بعلامة المشاركة later on، لكن رح أحط علامة على المشاركة، بالإضافة إنه رح أعمل حرمان للطلاب اللي بيغيبوا. بتمنى منكم إذا بتعرفوا أي حدا من الطلاب اللي معنا بهاي الشعبة تخبروهم إنه الحضور إجباري، واللي ما بيحضر رح أحرمه في النهاية. نروح الآن على السلايد التالي اللي هو الأسامبشنز، اللي هي الافتراضات اللي بتخص الكيو اللي عندي. أول افتراض بحكي لي a newly created queue is empty. أي كيو جديدة أنا بدي أعرفها لازم تكون فاضية ما فيها أي معلومات. النقطة الثانية there is no priority bound on the capacity of the queue. يعني ما في عندي حد أقصى لحجم هاي الكيو، بمعنى أنه إحنا رح نستخدم dynamic data structure أو dynamic array لحتى نبني الكيو الموجودة عندي، فرح نستخدم resize method ومن خلالها كل مرة رح نعدل على الحجم بالطريقة اللي إحنا بنشوفها مناسبة. الكيو كان بي طيب هل في معلومة معينة بدكم أعيد عليها؟ أوكي، إذا الصوت بقطع والصوت مش واصل عندكم أو معلومة معينة ما كانت واضحة، معلش تخبروني حتى ولو من خلال الشاتنج إنه المعلومة هاي ما فهمناها أو ما سمعناها منيح. تمام، أنا راح أتابع إنه إذا في حدا عم بيحكي أو عم بيرفع إيده لحتى أشوف إنه أي معلومة أعيد لكم إياها. إذن الافتراضات الأسامشنز مقصود فيها افتراضات، إنه أول خطوة أي كيو أنا بدي أبنيها بشكل جديد رح تكون فاضية empty. النقطة الثانية أنه ما في عندي حد أقصى للحجم لهي الكيو، فبالمقصود هون أنه إحنا رح نستخدم dynamic array ورح نستخدم resize method. كيو can be of any type، ممكن يكون نوع البيانات اللي أنا بدي أخزنها داخل الكيو من أي نوع من الأنواع اللي أخذناها سابقا، فما في عندي محدد إنه شو نوع البيانات اللي أنا بدي أخزنها الآن أو كيف رح أستخدم هذا الكيو الموجود عندي. أي سؤال لغاية الآن؟ طيب نأخذ أول إكزامبل، بس خليني أشيل هاي المعلومات. رح أعتبر إنه هاي عبارة عن ليست أو أري أنا عرفتها لأخزن معلومات الكيو. الآن إذا بدي أجي على هاي الأري أو هاي الليست بدي أخزن معلومات عنها، فلازم يكون في عندي information بالشكل التالي. أوكي خليني بس نعمل filling مشان تكون معلومة واضحة. الآن خلينا نضيف المعلومات اللي بتخصنا هون. الآن شو عم بحكي لي تحت؟ إنه هون في عندي مجموعة من العمليات. الآن أنا بدي أطلب منك شو هي return value وشو القيم داخل هاي الكيو. رح أعتبر إنه هاي الكيو اللي أنا بدي أخزن فيها القيم، ورح أحكي عن الموضوع one by one هون. فأول جملة هي كيو بتساوي array كيو اللي هي اسم الكلاس اللي إحنا رح نبنيه later، وكتعريف لهذا الكيو الموجود عندي ولهذا الأوبجكت من هذا الكلاس. الآن لما يجي يحكي لي كيو دوت إل كيو للخمسة، فالخمسة معناته ضف لي حجم أو ضف لي القيمة خمسة على هاي الكيو يعني. قبل ما أبلش نحكي عن شوية مصطلحات. الآن شو بيمثل اللي هي الكاباسيتي للأري اللي إحنا بدنا نحجزها، اللي هي الحجم المبدئي أو الحجم أول مرة لهاي الأري.
طبعا انا ممكن استخدم هذا الحجم واعتبره انه حجم ثابت ما بيتغير مع الزمن، او اعمل ريسايز. مبدئيا هو شو بيتعامل على اساس انه الكاباسيتي للاري او حجم الاري رقم ثابت، ما في عندي قيم اخرى نهائيا. اذا كانت 1 2 3 4 5 6 7 فهون الحجم اللي احنا اخترناه هو 7. الان بدي اجي على الفرونت، راح نسميها اف، وراح اعتبر انه هي القيمه 0. راح يكون عندي مسمى السايز اللي هو elements stored inside the array او inside the queue stored in the queue. هي عدد القيم المخزنة فعلياً، أو number of elements، خلينها عدد القيم المخزنة فعلياً عندي داخل الكيو. مبدئياً الكيو حكينا لازم تكون فاضية، فبتكون قيمة السايز هي الصفر. إذن مبدئياً عدد القيم داخل الكيو هو الصفر. أوكي، هاي بالنسبة لأول المعلومات. الآن نيجي في عندي الرير اللي هو رح نسميه R. داخل الكودينج اللي رح نكتبه رح نستغني عن هاي الR، بس خلينا أول شيء نشوف كيف نتعامل معها. دائما قيمة الR ما بتكون مساوية للF، فإذا كانت الF والR مساويين لبعض معناته في عندي إيش؟ Empty Queue. فإذا الR قيمتها different من الF اللي هي عبارة عن الرير أو النهاية. الاف بتمثل عندي اللي هي الفرونت وقيمتها صفر، فالرير هي مبدئيا راح يكونوا صفر برضه، لانه انا عندي امبتي فاضيه، ما في عندي عناصر داخل هي الكيو نهائيا. فالاف صفر والار صفر، المقصود فيها انه انا عندي فاضيه، ما عندي اي عناصر لغايه الاف. الان شو عم بحكي لي تحت؟ اعمل ان كيو للخمسه. دائما حكينا عملية الـ NQ أو الإضافة بدها تتم على الفرونت، فالفرونت مبدئيا صفر، فإذا رح ياخذ لي القيمة 5 يضيف لي إياها على الإندكس 0 داخل هذا الـ Q الموجود عندي. أوكي لغاية الآن؟ أوكي ولا في أسئلة؟ إذا مبدئيا الـ Q عندي فاضي، ما في عندي قيم. تفضل. الرير هو الـ هو النهاية، آخر موقع داخل هاي الكيو. يس. لا، آخر موقع بعد العنصر اللي إحنا بنخزنه. فالآن أنا دخلت القيمة 5 من خلال الـ NQ. إضافة القيمة 5 هاي، إذا بعد ما أنفذ أنا NQ للخمسة، شو رح يصير عندي في الـ Array أو في الـ Q الموجودة؟ هاي NQ للخمسة، بناء عليها رح يصير عندي التغيير التالي. الفرونت الآن رح يضل القيمة صفر، لأنه دائماً الإضافة وين؟ حكينا بالبداية إحنا الفرونت لساته صفر، لأنه هي أول قيمة وآخر قيمة. الآن الرير صارت قيمتها واحد. شو المقصود بالرير؟ هو المكان الفاضي اللي أنا رح أضيف القيمة الجديدة عليه. فالفرونت أوريدي أنا ضفت القيمة الجديدة في الموقع صفر، الرير الآن رح أحركه على العنصر اللي بعديه. شو المقصود فيها؟ أنه هو المكان الجديد الفاضي اللي أنا كمان شوي مسموح لي أضيف عليه. الآن السايز عدد العناصر المخزنين صار يساوي واحد، قيمة الأم اللي هي السايز الكلي لهي الكيو بضل زي ما هو دائما ثابت على الرقم 7. فإذا أول جملة إن كيو للخمسة ضف للخمسة، الفرونت ضل في الموقع صفر لأنه هي دائماً أول عنصر بدي أخذنا في الموقع صفر. الآن الرير حرك لي إياه على الموقع اللي بعده. شو المقصود بتحريك الرير؟ إنه المكان الجديد اللي أنا الآن مسموح لي أدخل أي قيمة فيه رح يكون الواحد، لأنه الموقع صفر انحجز من الرقم 5. السايز صار عندي قيمة واحدة مخزنة داخل هذا الكيو، فصار السايز قيمته واحد. الآن اللي هي الحجم ضل عندي 7 ما بيتغير. احنا هون الكباسيتي رح ناخده رقم ثابت مبدئيا. الان في عندي ان كيو اللي هي الجمله اللي بعديها لمين؟ للرقم 3. الان بس انفذ ان كيو للرقم 3 شو بده يصير عندي؟ الان الفرونت رح يضل في الموقع 0 اللي هي اول قيمه انا دخلتها. بضيف لي الثلاث وين الان؟ على الموقع 1 اللي هي استخدم قيمه الرير اللي عندي.
الرير الآن رح يصير الموقع 2 اللي هو المكان الجديد المتاح لأي قيمة جديدة عندي. السايز اللي هي عد العناصر المخزنين صاروا 2، الآن ضلها ثابتة اللي هي الحجم وقيمتها 7. فصار عندي القيمتين 5 3 داخل هاي الكيو. الآن بالنسبة للإني كيو هي ميثود ما بتعمل ريتيرن، فمشان هيك حطينا الداش. القيم هون 5 هون 5 3. لما أطلب اللينكث ميثود معناته أنا بدي عدد العناصر المخزنين فعليا داخل هذا الكيو، فرح نستخدم السايز الآن وهنرجع القيمة اللي هي 2 عندي في هذا التابل. أوكي لغاية الآن؟ أوكي ولا لا؟ طيب نروح على أول جملة DQ. شو يعني DQ؟ معناته حدث. هاي DQ. أوكي شو يعني DQ؟ يعني احذف. الحذف من وين بده يكون عندي؟ دائما من الفرنت. تمام لغاية الآن؟ إذن الحذف دائما من الفرنت. كيف بده يحذف؟ رح يروح يطلع لي كم قيمة الفرنت؟ 0. معناته بدي أحذف القيمة الموجودة في الموقع 0. خلينا نكتب أو نعمل خط عليها إذا بينفع هون. أوكي أعتقد ما بي. أوكي هاي هيك إنه إحنا شطبنا القيمة 5 هاي، لأنه إيش إحنا عملنا DQ. الآن بس أحذف، شو بدي أعمل؟ بدي أحرك الفرنت. مين صار أول قائمة أو قيمة موجودة عندي في هذا الكيو؟ اللي هي القيمة الموجودة في الاندكس 1. فإذا الفرنت تحرك عندي على الاندكس 1 اللي فيه الرقم 3. طيب بعد هيك الرير أنا ما بعدل عليه بعملية الحذف، إحنا بنعدل عليه فقط في عملية الإضافة. فبضل القيمة 2. السايز الآن أنا قللت عدد القيم بمقدار 1 فصار عندي قيمة واحدة، والآن اللي هي عدد المواقع داخل هاي الأري. واضحة الفكرة؟ فإذا أنا حذفت الآن الرقم 5 بدي أعمل ريتيرن لها، هون رح يعمل إرجاع، فرح يعمل لي ريتيرن للرقم 5 يحذف لي القيمة من هذا الكيو. الفرنت رح يحرك لي إياه لأنه الحذف دائما من بداية الطابور، فكان الموقع 0 الآن رح يحرك لي إياه على الموقع 1. الرير بظل ثابت أثناء عملية الحذف، إحنا ما منغير عليه شيء أبدا. السايز قل بمقدار 1 لأنه إحنا حذفنا قيمة الآن. شو عم بحكي لي الآن؟ Q dot is empty. هل Q عندي الآن فاضية الموجودة عندي هون؟ الإجابة لا، لسه في عندي الرقم 3 مخزن. فشو عطاني؟ الإجابة هي false. بعد هيك شو طلب مني؟ إذن هون لما أجي أحكي له is empty بالنسبة لهاي الكيو رح يرجع return للقيمة false اللي عندي الآن. الآن بعد هيك شو طلب مني؟ إنه أعمل DQ مرة ثانية. الآن لما أعمل DQ مرة ثانية رح يرجع لي القيمة اللي أنا بدي أحذف، فما في عندي غير الرقم 3 رح يرجع لي. فالآن رح نشطب على هاي الثلاث برضه، هاي القيمة ما عادت موجودة نهائيا. لما أنا بدي أحذفها لازم أحرك الفرنت. الفرنت كان عندي 1 رح يصير عندي 2. الرير رح يضل في نفس الموقع اللي هو 2، ما رح يتغير عليه شيء. السايز رح يصير عندي القيمة 0، والأم هي القيمة 7 اللي هي عدد المواقع الموجود عندي بشكل فعلي. أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال لغاية الآن؟ واضحة كيف القيم إحنا عم نشتغل معاها؟ طبعاً رح أكمل الآن. الآن بعد DQ اللي هي لما حذفنا الرقم 3 إجا حكالي is empty، فهل هي فاضية الآن؟ نعم، إحنا شطبنا القيم القديمة، فال is empty الآن رح تعمل return ل true، فرح يطبع لي هون هاي هون رح يعمل لي return ل true إنها فاضية ما في عندي عناصر أبدا. الآن بحاول أعمل DQ مرة ثانية، فإذا الآن أنا حاولت أعمل DQ وهي فاضية ما عندي شيء، فهون رح يعمل raise error. شو الإرر اللي عندي؟ مين يحكي لي شو الإرر؟
انه empty is empty Q. yes is empty Q. Q فاضية ما بصير أحذف منها نهائيا. وهي كلمة error اللي عم بفرجيني إياها الآن. رجع بحكي لي إن Q للسبعة. رح أعمل الآن إن Q لا الرقم سبعة الموجود عندي. لما أعمل إن Q معناته أنا بدي أضيف. طيب وين بدي أضيف؟ بدي أضيف على الرير. بنروح نطلع الرير شو آخر مرة كانت قيمته؟ الرقم اثنين. فإذا السبعة رح يجيب لي إياها على الموقع اثنين الآن. طيب الآن بيجي بحكي لي تحت الفرونت نظلها ثابتة في القيمة اثنين. الرير رح تصير عندي اللي هي تتحرك على الموقع اللي بعده اللي هي الموقع الفاضي اللي بعد هيك ممكن أضيف عليه. السايز رح يصير عندي المقدار اللي هو واحد. الآن اللي هي سبعة. وضحت الفكرة كيف لغاية الآن؟ فإذا الآن إحنا ضفنا السبعة حركنا أو غيرنا على قيم المتغيرات. بس بدي أحذف هدول المعلومات اللي هون لحتى أقدر أكمل مع باقي العناصر. آخر إشي اللي هي من عند الـ is empty بس حتى أني أكمل الشغل. الآن عملنا إن كيو للسبعة ضفناها. وين بدي أضيفها؟ على قيمة الرير. كانت الرير عند اثنين. فهون بالخطوة اللي بعدها القبل هاي كانت قيمة الرير اثنين. فإحنا استخدمنا هاي القيمة لحتى نضيف السبعة الموجودة عندي. حركنا الرير بمقدار واحد. الآن بلاقي أنه في كمان مرة NQ. NQ الآن للقيمة اللي هي تسعة. فالآن NQ للتسعة الموجودة عندي شو رح يعمل؟ رح يضيف لي على موقع الرير. بيجي بيحكي لي كم كانت قيمة الرير؟ ثلاث. إذا نضيف لي في الموقع ثلاث القيمة تسعة. طيب شو الفرونت؟ الفرونت رح يضل ثابت بمكانه هو اثنين. الرير رح نزيد عليه بمقدار واحد رح يصير عندي أربعة. السايز اللي هو عدد العناصر المخزنين اثنين. الآن هو الحجم الكلي سبعة. فإذا صار عندي القيم سبعة وتسعة. لما يحكي لي كيو دوت فيرست شو رح تعمل؟ كيو دوت فيرست رح يحكي له رح يقرأ لي من موقع الفرونت. الفرونت هو الموقع اثنين. فبيش بحكي لي صفر واحد اثنين. فبيعمل ريتيرن للرقم سبعة. فإذا إذا بحكي له فيرست رح يعمل ريتيرن value in front front قيمته 2 فرح رجع لي القيمة 7 الآن. الآن بعد هاي الجملة في عندي in Q للأربعة. in Q للرقم 4 الموجود عندي. in Q للأربعة للفرونت ثابت في مكانه 2. الرير رح نعدل عليه بمقدار 1 فهو كان 4 الآن شو رح يصير عندي قيمته 5. إذا في الموقع خمسة الآن صفر واحد اثنين ثلاثة سوري هو كان في الموقع أربعة رح يضيف لي القيمة وراح يعمل لي إياها خمسة. فالقيمة أربعة رح يضيف لي إياها الآن هون. السايز هو عدد القيم المخزنين فعليا هو ثلاث. والآن اللي هو عدد العناصر المسموحة لي فيها اللي هي سبعة. الآن لما يجي يحكي لي length من كيو اللي هي كم عدد العناصر المخزنين باش بطلع على السايز قيمتها ثلاثة. الجملة آخر واحدة موجودة عندي اللي هي DQ. DQ رح يرجع لي القيمة من وين؟ من الفرونت. فرح يقرأ لي القيمة سبعة بعد هيك يحذف لي إياها. فإذا الآن القيمة سبعة هي المرشحة الآن لحتى أحذفها. فأنا بدي أقرأها بالأول. أوكي. فهي بدنا نشطب عليها. بدنا نعمل return لا الرقم سبعة الموجود عندي. طيب لما أنا أحذف بحذف من الفرونت. إذا الفرونت رح يصير ثلاثة الآن. الرير ثابت في مكانه خمسة. السايز رح يقل بمقدار واحد فرح يصير عندي اثنين. الآن رح تصير الرقم سبعة. أي سؤال لغاية الآن على هذا الموضوع؟ واضح كيف الجمل قمت فيها واتبعناها واحدة واحدة. فالفكرة دائما انه انا كيف بدي اتحكم بالفرونت وبالرير، كيف انا بدي اتبعهم، كيف انا بدي اشتغل عليهم لحتى انا اوصل للشكل النهائي الموجود عندي الان. فاذا الان اذا انا بدي احكي شو القيم داخل كيو هم التسعة والاربعة. وين الفرونت؟ الفرونت عندي في الاندكس اللي هو ثلاث. الرير هي
الموقع اللي بعد آخر قيمة فهو الموقع 5، أو المكان المسموح أضيف عليه الآن قيمة. كم عدد العناصر عندي؟ مقدارهم 2. طيب شو بالنسبة للمواقع هدول اللي حذفنا منهم قيم؟ إذا أنا كملت الآن على البرنامج الموجود عندي، حكيت له اعمل لي إن كيو بالشكل هذا، لا القيمة خلينا نحكي 10، وين راح يضيفها؟ كيف راح يشتغل عليها؟ الآن لما بدي أضيف العشرة معناته هو وين بده يضيف لي؟ على الرير. فالفرونت راح يضل 3، الرير راح يصير عندي الموقع 6، السايز راح يصير عندي عدد القيم 3، فراح يروح يضيف لي العشرة وين؟ هون. إذا طيب كمان إن كيو جديدة، هاي كمان إن كيو بهاي الشكل، حكيت لك ضف لي الرقم 11، فبرضه بده يخلي لي الفرونت قيمتها زي ما هي اللي هي الرقم 3 بدون أي تعديل. الرير الآن كم قيمته؟ هاي اللي إحنا رح نسأل عنه. طيب السايز كم؟ السايز صار عندي 4 قيم، فإذا هون بدي أرجع أضيف القيمة 11. طيب الرير عندي وين موقعه بالنسبة لهاي القيم الموجودة؟ الرير الآن رح تستخدم معادلة اللي هي قيمة الرير زائد 1، هاي القيمة بين أقواس مود اللي هي إيش أو باقي قسمة على الآن الموجود. طب هون شو رح يطلع معاي معناها القيمة؟ الرير كان مقداره السابق 5 زائد 1، كم رح يصير عندي؟ مين يحكي لي؟ 5 زائد 1 6، 6، فخمسة زائد واحد رح يصير 6. طيب مد كم عدد المواقع عندي هون؟ 0 1 2 3 4 5 6، مد 6، فستة مد 6 شو رح يطلع عندي القيمة؟ 0. فإذا الرير الآن رح يرجع عندي للموقع 0. هاي المعلومة بنسميها circular array. شو يعني circular array؟ يعني إنه أنا كل مرة بكمل تنفيذ، إذا أنا مش فل، هون إحنا نطلع الآن على السايز، على السايز، السايز 4 لكن الآن كم قيمتها؟ 7، فالرقمين غير متساويات معناها مش فل، معناته أنا في إمكانية أني أضيف كمان عنصر. طيب وين العنصر القادم رح نضيفه؟ رح نستخدم إنه الرير، رير زائد 1 مد الآن لحتى نقوم بهي العملية، وهذا اللي عم بشرح لي إياه في السلايد اللي بعده اللي هي استخدام الأري بشكل دائري. فأنا ما بحكي إن انتهيت إذا كانت الأري مش فل أو الكيو مش فل. أنا شو بعمل؟ أنا برجع على البداية لحتى أكمل الشغل الموجود عندي الآن. الآن بحكي لي we assume that our underlying array، إنه الأري اللي رح نستخدمها كأساس لحتى نبني الكيو إلها حجم ثابت اللي هو الآن اللي حكينا عنه قبل شوي. هذا الرقم ما دام هو أكبر من عدد القيم اللي إحنا مخزنينهم في الكيو، معناته أي جملة إن كيو جديدة أنا بدي أعمل إضافة وين؟ على الفرنت الآن. هل الفرنت رح يضل ماشي دائماً إنه على نهاية الأري وإنه آخر موقع هو الآن ناقص 1؟ الإجابة هي لا. الإجابة إنه شو صار عندي هون؟ لما يصير في عندي أكثر من عملية حذف، هذا بيقودنا إنه أنا رح نصير في عندي سيركولار أري. لأن إحنا عملنا عملية حذف 3 مرات، حذفنا 3 قيم، فإذا أنا متاح لعندي الآن إنه أضيف 3 قيم مختلفين وإني أكمل استخدام هاي الأري بشكل طبيعي. طيب كيف أنا ما بدي أفهم اليوزر شو اللي صار؟ أنا بتعامل من خلال المعادلة اللي حكيناها قبل شوي إنه هي الرير زائد 1 مد الآن اللي هي الحجم اللي إحنا استخدمناه لحتى أوصل للإندكس الجديد اللي أنا ممكن أضيف عليه عنصر. فإذا الآن إذا أنا خبرته حكيت بدي أعمل إن كيو بهي الطريقة لقيمة اللي هي الرقم 13 مثلا، شو رح يصير؟ الفرونت ثابت في مكانه اللي هي الموقع 3، الرير الآن كم رح يصير عندي؟ هو كان في الجملة السابقة 0، الآن رح يصير 1، السايز كان 4، الآن رح يصير 5. طيب وين هاي 13 بدي أضيفها؟ رح يروح مكان 5 هاي
يحذف لها بشكل كامل ويضيف لي ال 13 الآن. تمام؟ فالآن رح يضيف لي ال 13. المكان الجديد المهيئ لاستقبال أي قيمة هو الموقع واحد عندي الآن. هاي المقصود بالسيركولر، إنه أنا بضل ماشي من موقع صفر لأن ناقص واحد مبدئياً، ما دام أنا ما عندي عمليات حذف وما وصلنا لنهاية هاي الأريك، فبنضل ماشيين من صفر واحد اثنين إلى أن ناقص واحد. إذا وصلت لأن ناقص واحد بالنسبة لمين؟ للرير، بدي أعمل إضافة الآن، وعملية الإضافة أنا بدي أتأكد إنه عندي هل هي فل الآن؟ الإجابة لا. شو المقصود إنها مش فل؟ معناته أنا تم عملية حذف لعناصر من المواقع صفر واحد واثنين إلى آخره بغض النظر كم عملية حذف تمت الآن. معناته الرير رح يلف بشكل سيركولر يرجع لعند الاندكس زيرو، وهذا اللي عم بخبرني فيه. بس نخلص الاندكس زيرو رح يرجع يمشي على الاندكس واحد بعملية الانكيو اللي بعد هيك، وهكذا لحتى تصير عندي الكيو فل، ما في إمكانية أني أضيف أي عنصر نهائيا. أي سؤال لغاية الآن؟ ترى بس هسه لما بيحذف رح يرجع يحذف من الفرونت صح؟ أكيد الحذف من الفرونت الإضافة على الرير. أي سؤال آخر؟ واضح الأمور؟ طيب نروح نكمل الآن. فبحكي للآن استخدام السيركولر أري معناته أنا رح أغير على مين؟ رح أغير على الفرونت ورح أغير على الرير، بس هذا خليني أشيلهم. الآن implementing this circular view is not difficult، مش صعب أني أنا أعمل implementation للكيو بهاي الطريقة، هي فقط استخدام المعادلة هاي مع الفرونت في حالة إيش؟ الحذف أو الدي كيو، وفي حالة الاني كيو اللي هي عملية الإضافة دائما الإضافة هو على الرير، فالرير رح يكون رير زائد واحد مود اللي هي الأب. طبعا هون نحافظ على الأولويات بأنه نحط أقواس قبل ما نروح على المود. فإذا في الدي كيو رح نعمل فرونت زائد واحد مود الأم، وفي الاني كيو رير رح يتغير عليها بهي المعادلة اللي هي رير زائد واحد مود الأم. الآن مرة ثانية نفترض أنه هاي الكيو اللي عندي، خلينا بس نعمل الشيدنج أبيض ونحطه بهاي الطريقة. لو حكيت لك أنه أنا القيم عندي هون القيمة، بس حتى يوضحوا، هاي عندي القيمة 2، عندي القيمة 3، وعندي القيمة 4. الآن بدي أستنتج معلومات من هذا الرسم أنه الفرونت هو عند أي إندكس؟ صفر واحد اثنين ثلاث أربعة، فالفرونت هو في الاندكس أربعة. الآن السايز كم عدد العناصر عندي المخزنين فعليا؟ هم ثلاث. الآن حجم الأري كلياتها واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. الرير كم قيمته الآن؟ هي صفر واحد اثنين اللي هي مش آخر اندكس موجود في قيمة، الاندكس اللي بعديه. الآن بناء على هاي المعلومة لو إيش حكيت لك اعمل دي كيو، الآن بدي أعمل دي كيو من هاي الأري الموجودة، بدي أستخدم المعادلة. أول شيء دي كيو معناته تغيير على مين؟ على الفرونت. فإذا هدول المعلومات كلهم رح يكونوا ثابتين، رح نأخذهم زي ما هم، ما رح نعدل عليهم شيء أبدا. التعديل على مين الآن؟ على الفرونت. الفرونت الآن رح نأخذ القيمة اللي هي 4 زائد 1 مد إيش الآن رح يصير اللي هي عدد العناصر اللي قيمتها أو عدد المواقع اللي هو أم، فأربعة زائد واحد مد الخمسة اللي هي القيمة 0. فإذا رح يشطب لي هاي القيمة الآن، ورح يصير عندي الفرونت بيأشر على وين؟ على القيمة الموجودة في أندك 0 الآن. طيب شو كمان بدي أعمل في حالة الدي كيو؟ بدي أقلل عدد العناصر بمقدار واحد، فبصير عندي أم قيمتها أو سايز سوري قيمته 2. هاي بالنسبة لإيش؟ للدي كيو. الإني كيو أوريدي أخذنا إكزامبل عليها قبل شوي، وشفنا كيف عم نستخدم إنه آر زائد واحد مد الأم بالنسبة للمعادلة. أي سؤال لغاية الآن؟ طيب الـ Ray-based Q الآن
Use an array of size n. مبدئيا رح نستخدم array حجمها ثابت مقداره n. بعد هيك رح نستخدم متغيرين اللي هم مرة ثانية the front والrear. الفرونت هو الاندكس وين موجودة أول قيمة، والرير هو الاندكس اللي بيجي بعد آخر قيمة تم إدخال. فإذا بتطلعوا الفرونت في الموقع 4 بينما الرير وين؟ مش على القيمة اللي باللون الأزرق اللي هي آخر قيمة، على اللي بعدها. هاي المقصود بأندكس immediately past the rear element. Relocation skipped الرير مبدئياً بيكون إيش؟ بيكون فاضي لحد ما إيش؟ نبلش نضيف عناصر ونبلش نشتغل عليها. الآن الريلوكيشن اللي هي الاندكس اللي فيه الرير أو الاندكس اللي بتخزن داخل الرير بيكون فاضي، مهيئ أني أضيف أي عنصر جديد. نظام سيركولر لفرونت في الموقع 11 الآن، معناته أنا إيش عملت؟ أنا كنت في الموقع صفر لكن أنا عملت عمليات حذف متكررة توصلت لعند 11 هاي. طيب لو بدي أسألكم، نجي على الكيو الأولى، كم عملية حذف قمنا فيها توصلنا أنه الفرونت قيمته 4؟ إحنا الفرونت ببلش عند وين؟ إندكس 0، فحذفنا القيمة هون 1 2 3 4، فحذفنا 4 قيم. طيب كيف وصلت الفرونت عندي للإندكس 11؟ حذفنا كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قيمة تأوصل لمين؟ للفرونت اللي هي 11 عندي الآن. واضح الفكرة؟ فإذا عدد الأماكن الفاضية أو مقدار إزاحة للفرونت لموقع جديد بمثل كم مرة عملنا عمليات حذف سابقة الآن. نيجي على الإكزامبل التالي، بس خليني أشيل هاي الانفورميشن، هاي كانت شرح للشعب اللي قبلكم فأنا راح أشرح لكم إياها لكن الآن أكتبها من جديد. الآن we use the module operator. الآن في عندي السايز ميثود، إذا أنا كان السايز مش موجود سابقا، السايز كانت قيمته مش معروفة، شو هو السايز؟ هو عدد الإليمنتس المخزنة داخل الأري. فإذا أنا ما كان عندي معلومة أو ما كان عندي داتا ممبر بمثل السايز هاي، كيف أنا ممكن أحسبه؟ من خلال المعادلة اللي عندي الآن، N اللي هي الكاباسيتي أو حجم الأري المحجوزة ناقص الأف اللي هي الفرونت زائد الآر اللي هي الرير مود الآن اللي هي الكاباسيتي مرة ثانية. نيجي على الشكل الأول، بناء عليه أنا ممكن أحكي أنه الفرونت هي الرقم 4، الرير هي الموقع 14، الأم هي من 0 ل 16 معناته 17 موقع مختلفين. الآن بناء على هاي المعلومات باجي بحكي لك أحسب لي السايز. السايز الآن نطبق المعادلة، الآن 17 ناقص اللي هي الفرونت قيمتها 4 زائد الرير اللي هي 14، هدول كلياتهم ايش؟ مد مين؟ مد الان اللي هي 17. كم تطلع العمليه؟ 17 ناقص 4 13، 13 زائد 14 اللي هي كم؟ 27. 27 مد ال 17 الان بيطلع الرقم 10. الرقم 10 بيمثل اللي هي الخانات اللي باللون الأزرق، فهون 1 2 عدوهم لحد هون بطلعوا 10 قيم مختلفين. طيب نيجي على الشكل الثاني، هل دائما هاي المعادلة صحيحة ولا بس بحالة أنه يكون بالشكل الأول؟ هاي المعادلة دائما صحيحة حتى لو أنا أخذت الشكل الثاني. الشكل الثاني عندي الفرونت قيمته اللي هي 11، الرير قيمته اللي هي 4، الآن هي 17 نفسها. الآن حساب السايز رح يساوي 17 ناقص قيمة الفرونت 11 زائد الأربعة، هدول كلياتهم مد 17 في النهاية. بتطلع عند النتيجة إنه 17 ناقص 11 6 زائد 4 10، فالنتيجة النهائية 10، باقي تصنع 17 هي العشرة فقط لا غير. هاي بالنسبة للاستخدام للميثود الأولى. فإذا أنا المعادلة هاي مهمة بتساعدني إني أوجد السايز إذا كان ما عندي داتا ممبر أستخدمه. طيب الإز إمتي، بدل ما أنا أصير أرسم وتطلع عندي خطأ في الرسم، الأفضل نستخدم المعادلة. الإز إمتي بحكي لي إذا الفرونت بتساوي الرير. في حالة الفرونت بتساوي الرير معناته هي فاضي. طب كيف؟
إذا بدك تأخذ إنه استدعاء للsize method أوكي إنه size method equal equal zero برضو أوكي ما في مشكلة. الآن استخدم أنت قيمة الفرونت والرير نفس القيمة طبقها على size هون. فناقص f زائد r هذول القيمتين إذا أنا اعتبرتهم نفس القيمة بالضبط سواء كانوا صفر ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا شو ما كانت قيمتهم فدائما زائد واحد ناقص واحد زائد خمسة ناقص خمسة زائد صفر ناقص صفر فرح يلغوا بعضهم رح تصفي المعادلة عندي إيش أم مد الأم فأم مد الأم هي الصفر فرح يحكي لي أنه هو فاضي بهي الحالة فإذا إذا كان الفرونت بيساوي الرير معناته هي فعلا فاضية ما عندها أي عناصر رح أعمل ستوب هون بتمنى أن أدرس المحاضرات الماضية وإذا في عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات أنا جاهزة أني أجاوب عليهم موعد الامتحان 14 بعض الطلاب بيسألوني في مجال التغيير الإجابة هي لا لأنه هذا الموعد جاهز من عند الكلية مش من عندي فبدنا نلتزم بالمواعيد المعطاة القاعات والوقت أي ساعة بالضبط رح أحط لكم إياها على الإيليرنينج بالإضافة للمادة المطلوبة لكن الآن شوي بكير المعلومة خليها لقدام شوي بعطيكم المعلومة لحتى ما ننساها وما يصير عندي خلل فيها أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال لغاية الآن؟ طيب يعطيكم ألف عافية ونلتقي إن شاء الله خلال الأسبوع القادم هلأ يوم السبت إحنا اتفقنا كمعلومة أنه أنتوا مطلوب منكم تدخلوا على الإيليرنينج تعملوا تشيك شو مطلوب منكم فأنا لغاية الآن ما حددت شنوع النشاط بس أنه للإحتياط يوم السبت نعمل تشيك على الأغلب ما رح يكون كويز لأنه كويز رح أكيد أخبر قبل بوقت ممكن يكون assignment أو فوريوم آخر لحتى الطلاب اللي ما شاركوا في الدسكشن السابق يعملوا مشاركة هاي المرة ويعطيكم ألف عافية.